مرحبا زميلتي أهلا. كوثر، بطبيعة الحال عملية نقل الطاقة أو النفط من النافلة صافر إلى النافلة البديلة هي بطبيعتها عملية معقدة وعملية حساسة في ذات الوقت، وذلك بسبب أن النافلة صافر لم تتم صيانتها لمدة سنوات طويلة وهي آيلة للغرق أو الانفجار في أي لحظة. العملية حساسة لعدة اعتبارات، أولى هذه الاعتبارات أن هناك عدة غازات قابلة للانفجار موجودة داخل هذه النافلة، تحديدا نافلة صافر، بالتالي أي خطأ من قد يؤدي إلى انفجار هذه النافلة. عملية نقل النفط الخام من النافلة صافر إلى النافلة البديلة بدأت في الساعة 10:45 تقريبا عبر خطوط نقل خاصة قدر الإمكان تبتعد عن الاحتكاك وما قد يؤدي إلى عملية الانفجار. عملية النقل حساسة أيضا لأن عملية النقل قد تؤدي إلى غرق هذه السفينة وغرق الحمولة الخاصة بها، مما قد يؤدي إلى كارثة بيئية كبيرة. زميلتي كوثر، لنضع المشاهدين على الصورة، لماذا هذه العملية حساسة ولماذا هذا الاهتمام الدولي بالناقلة صافر؟ الخبراء يؤكدون بأن في حال غرق صافر وغرق 1,300,000 برميل داخل البحر الأحمر، المتفائلون يقولون بأن هذا التسرب قد يصل إلى الجهة الشرقية من ساحل قارة إفريقيا، تحديدا الصومال وجيبوتي وأرتيريا وغيرها من الدول. لكن المتشائمون من الخبراء يقولون بأن النفط قد يصل إلى شبه القارة الهندية، بالتالي هذه العملية حساسة ومعقدة، والاهتمام الدولي بهذه النافلة مبرر، خصوصا وأن النافلة متهالكة بشكل كبير.